طبعا في مننا كتير قوي شاف الفيديو ده عن اخت العريس اللي بتوصي عروسته عليها على اخوها في وسط كل المعازيم دي، في وسط كل الناس اللي بتتكلم. تعالوا نشوف الفيديو وارجع تاني اقول لكم. صاحبي ابن عمري وابن قلبي عايزاكي تحافظي عليه، وهو عيني تشيلي، هو عشان تزعليه، اوعدك ان هو عمره في يوم ما هيجي عليك. فوق دماغنا هنشيلك، وفي عينينا هنحطك، وفي قلبنا انت موجوده، مش عايزاكي في يوم تزعليه ولا مننا تحرميه. واحنا يا جماعه هي ما لقيتش غير يوم الفرح اللي تقول لها الكلمتين دول كلهم، يعني وسط كل المعازيم دي. كان ممكن تقول لها ساعه الخطوبه، كانت في فتره خطوبه كبيره جدا، كان في وقت كاتب الكتاب، كان قبل الفرح. يعني العروسه بتبقى متوتره اصلا يوم فرحها، دي واقفه قدام كل الناس دي. طب مينك وما بينه بينك وما بينها هي، يعني ما حبكش كل قدام كل البشر دي تقولي كل الكلام ده. يعني بص الراجل اللي ورا واقف متاثر ازاي يعني. ما ينفعش. اللي شايف ان هي اللي عملته ده ما كانش ليه لازمه دلوقتي في الوقت ده اساسا يقول. اللي كان شايف ان هي عادي اصلا، شايفه ناس بتتكلم عليها ان هي تصرف مش صح انها تعمل كده دلوقتي، ما حبكش دلوقتي الكلام. كان ممكن بعد الفرح، كان ممكن في اي وقت تاني، لكن هي حبت ان هي توصلها وتوصيها. ايه يا جماعه مش كده يعني، مش وقته اصلا يعني. في ناس بيقولوا انها بتعبر عن فرحها، لا برضو يعني انت حتى لو فرحانه واخوكي بيتجوز مش رايح يعني ايه ده، يعني مش هيقعد في حته تانيه، وهي هتاخده منكوا ازاي اصلا يعني؟ مين ضحك على مين؟ حد بياخد حد من حد والكلام ده يعني؟ ده متجوز بس مش اكتر. بس دلوقتي لو انتوا اول مره تشوفوا القناه يا ريت تشتركوا عندي وتعملوا لايك واشتراك وتفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وعايزه اعرف رايكم ايه اللي هي عملته ده، صح ولا غلط؟ كان ده وقته ان هي تتكلم فيه كده ولا لا؟ فيا ريت كده عايزين نشوف الحوار ايه رايكم بس مش اكتر.